السلام عليكم يا صباح الفل، واهلا بيكم في حلقة جديدة مع أسامة. طبعا ببدأها بالشكر على التفاعل اللي شفناه على حلقة الأهلي خط أحمر، وتحديدا على مفاجأة الفيديو الخاص بمباراة الزمالك والترسانة الكابتن جمال عبد الحميد اللي قال أنا نفسي في مرة الحكام يجاملونا ولا مرة تجاملنا. فجبنا طبعا تاريخ من المجاملات لنادي الزمالك يغفلها الكابتن جمال عبد الحميد، ولكن كانت المفاجأة إن جبنا لقطة كابتن جمال عبد الحميد في مباراة الزمالك والترسانة موسم 92-93 ولمسة يد على كابتن جمال عبد الحميد داخل منطقة الجزاء، الكرة تطلع من ايديه تروح لمدافع الترسانة يطلعها بدماغه، حكم المباراة مسرعا يصفر ركلة الجزاء لكابتن جمال عبد الحميد اللي الكره لمست ايده وهو في منطقه جزاء فريق الترسانه. طبعا حصلت ازمه وقتها في المباراه، فريق الترسانه هدد بالانسحاب بل طلع بالفعل خارج الخطوط وتم ايقاف المباراه لعدد من الدقائق بعد ما اقتنع فريق الترسانه. يعني هذه اول مره مع نادي الزمالك، ما احنا خرجنا من كاس مصر قبل كده بالحكم احمد بلال اللي حسب جول تسلل على نادي لصالح جول تسلل احتسبه لصالح نادي الزمالك، والكره كانت واضحه جدا انها تسلل على نادي الزمالك. فتعالوا يا جماعه كمل مسيرة الأخطاء التحكيمية أمام نادي الزمالك، ولكن يتصدى الكابتن جمال عبد الحميد لركلة الجزاء فيتصدى لها حارس الترسانة. هيطلع كابتن جمال وأنا عارف اللي ممكن يفكر فيه، خد بالك أنا ضيعتها عشان أنا عارف إنها ضربة جزاء ظلم، أنا ما برضاش بالظلم، حضرتك أنت قلت نفسي أنا أتجامل، الحكم جاملك، قصة بقى إن أنت دخلتها ما دخلتهاش ده نتناقش فيها بعدين، لكن ولو عايز نتناقش فيها حضرتك لو عايز تطلع الكرة بره إعمل زي ما جت لكابتن طاهر أبو زيد وحصل برضه ركلة جزاء ما كانتش صحيحة، كابتن طاهر أبو زيد لعبها بره المرمى خالص. انت عايز تفهمني ان انت وانت بتضيعها بتلعبها بين الثلاث خشبات، طب افرض الجول كان طالع الزاويه اللي فاتت الثانيه، لا طلعها بره المرمى. لكن الحقيقه يعني المره دي الحرام ما جابش نتيجه يا كابتن جمال، وطبعا في اخطاء تحكيميه كتير، وردينا حتى على الخطا التحكيمي الهدف اللي اتحسب في دوري 84-85 وازاي نفس الحامل الرايه او اللاين زمان حسب تسلل علاء ميهوب ولسه في مدافع مغطي بخمسة متر من نادي الزمالك، وركل الجزاء واضحة لشريف عبد المنعم مضرب بالقوة من عاد مأمور يستحق على الطرد، ولكن الحكم يتجاهل. فالأخطاء التحكيمية كتير قوي يا كابتن جمال، وبلاش انت تحديدا تتكلم عشان المثل بيقول بيجاملوا التحكيم المصري ما يطلعش يرمي الانديه الاخرى بمجامله التحكيم المصري. طبعا كابتن عصام عبد الفتاح عملنا له فقره، اعتقد يعني المفترض ان كابتن عصام عبد الفتاح الناس اللي معينه الكابتن عصام عبد الفتاح والناس اللي مسؤوله عن تواجد الكابتن عصام عبد الفتاح نرجو خلاص كفايه، الشكل العام بقى سيء جدا، ونتمنى إقالة الكابتن عصام عبد الفتاح، وأنا توقعي أنه سيكون قريبا. ولكن عندنا مباراة النهاردة طبعا في مفاجآت في وجود القايمة، علي معلول عودته هيلعب بشكل أساسي ولا ده لسه هنشوفه، وارد جدا ما يلعبش أساسي ويكون قاعد على الدكة، لكن المفاجأة طبعا هي إصابة بيرسي تاو بتمزق في العضلة الأمامية، وإعلان الدكتور احمد ابو عبله غياب بيرسي تاو لمده شهر على الاقل. باختصار شديد يا جماعه موسم بيرسي تاو انتهى، موسم بيرسي تاو انتهى، وربما تكون دي رغبه بيرسي تاو، مش بقول ان هو بيدعي الاصابه ولكن بقول هي التركيبه كده تقريبا جت مع بيرسي تاو، واعتقد ان بيرسي تاو هيكون عنده اكتر من تفكير في فكره مع نهايه الموسم الرحيل لنادي او اخر، واعتقد النادي الاهلي مش هيمنع لو جاب العرض المالي المناسب لقيمه شراء بيرسي تاو من الدوري الانجليزي. نتمنى طبعا التوفيق لباقي اللاعبين، خساره بالتاكيد بيرسي تاو، انت بتعتمد على اي لاعبين حاليا؟ بتعتمد في ظل غياب لاعبين واصابات زي احمد عبد القادر، ايمن اشرف، حمدي فتحي، حسين الشحات، فكان وجود بيرسي تاو هيكون مهم جدا، ولكن الخيره فيما اختاره الله، والافضل باذن الله يكون في ال11 لاعب. وكمان طاهر محمد طاهر بعد خروجه الاصابه الحمد لله قدر يعود ويدخل في التشكيله، نتمنى فقط ان نكون اكثر هدوءا، نتمنى التركيز، نتمنى انهاء الفرص اللي بتجي لنا امام المرمى، خاصة وان المباراة دي من المباريات اللي بيحب يلعبوها لعيبة بيراميدز. لعيبة بيراميدز لما بتلعب امام جماهير النادي الاهلي شفتوا الحالة،
اتغلبوا 3-0. ويا رمضان بتلعب ليه؟ للفلوس للطموح ولا الجنيه؟ والتصريحات الكتيره دي خرجت رمضان عن تركيزه. عبد الله السعيد بيخرج الى حد ما عن تركيزه، لكن اتحاد الكره وفر مناخ ملائم جدا لفريق بيراميدز ان تكون المباراه بدون جماهير. حتى لو مسابقه الكاس الماضي كانت بتلعب بدون جماهير، برغم ان بعض الناس بتقول الزمالك واسوان كان في اصوات لجماهير نادي الزمالك، لكن حتى لو الموسم الماضي كان بدون جماهير، انت حاليا اصلا بتلعب بقيمة الفرق الجديدة، فجات على الجماهير وعايز تمشي قوي يعني على الموسم الماضي بحذافيره، اعتقد الامر صعب جدا. وان كان وجهة نظري ان الجماهير كانت هتكون مرجحة كفة النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله كلنا ثقة في الجهاز الفني واللاعبين، الكابتن سامي قمصان اللي باذن الله يفوز النهارده على بيراميدز عشان يكون في مباراة اخرى يوم السبت 2 يوليو مع بتروجيت في الدور قبل النهائي. وده الكلام اللي قاله الحاج عامر حسين، ان حتى مباراة النهائي تبقى 21 يوليو. وهنا التساؤل يا كابتن عامر، الاهلي والاسماعيلي يوم 20، والاهلي عنده مباراة ثانيه يوم 24/7، ازاي هتلاعبني نهائي الكاس يوم 21/7؟ طب حضرتك لو هتلاعبني نهائي الكاس يوم 21/7 يبقى انت كده هتاجل مباراة الاهلي والاسماعيلي، وانت بنفسك بتقول ان مباراة الدوري لغايه 30/8 اللي الاهلي بيلعب كل شهر من 8 او 7 ماتشات، يعني في يوليو هيلعب 8 ماتشات غير المباراه النهائيه ان شاء الله اذا صعدنا ليها. طيب وفي شهر اغسطس او شهر 8 في 7 ماتشات، طب انت بقى دلوقتي عايز تنهي الدوري 30/8، هلعب ازاي مع الاسماعيلي يوم 20 ومع الزمالك يوم 21؟ حلها لي، ومع الجونه 24 حل لي القصه دي، ولا ده موعد مقترح وهيتم ترحيله فاحنا بنقول بس ان احنا نخلص نهائي الكاس 21/7؟ لان اعتقد مفيش يوم تقدر تضغط فيه النادي الاهلي، لا في شهر 7 ولا في شهر 8. وانا قلقان والله من كلمه ان احنا هنحدد مواعيد الموسم الكاس الجديد على حسب نتيجه الاهلي وبيراميدز، قلقت والله. يعني لو الاهلي كسب انت مش شرط تحط ماتشات للاهلي، طب لو لا قدر الله الاهلي خسر هتيجي تضغطنا برضه في 7 ولا ايه؟ يعني ناوي على ايه يا حاج عامر؟ بس عشان نبقى فاهمين، يعني المفترض ان انا العب اكتر من 8 ماتشات في الشهر ايه؟ قول لي اعملها ازاي؟ يعني قول لي انا اعملها ازاي؟ في المقابل نادي الزمالك هيلعب 4 ماتشات فقط لا غير في شهر 7، كل اسبوع مباراه، وانا بلعب كل اسبوع مباراتين في برضه مراحل الحسم، مراحل حسم الدوري، وانا بقول لكم ان شاء الله 24/7 هيكون بشكل كبير جدا اكلينيكيا اتجاه الدوري معروف، بس اتمنى يكون لصالح النادي الاهلي. لكن ضغط المباريات والمنافس مريح، انا عارف ان انا عندي مباريات عشان لعبت نهائي افريقيا، بس انت هتعاقبني؟ الحل ايه؟ الحل بسيط يا حاج عامر، بدل ما تتكلم مع الانديه والانديه تقول لك احنا بنرفض عشان شركه الرعايه شركات والرعاة، اشتغل انت يا حاج عامر واشتغل على ان الدوري لازم ينزل ل 16 نادي على الاكثر، يعني لو قدرت تنزله 14 يكون افضل، كفايه انديه المؤخره والصداع اللي بيجي لنا من انديه مؤخره الدوري. وبنشوف يحيى الكومي رئيس النادي الاسماعيلي، وانا اسف جدا، بنشوف علي العباسي رئيس نادي غزل المحله بيحاولوا يعلقوا فشلهم على النادي الاهلي. لما يحيى الكومي يطلع وهو بينسحب وعادي جدا يا سيدي انسحب، هو صداع. ال 630 صوت اللي حضرتك خدتهم دول هتصدع بيه بقيه انديه الدوري، وانت عارف ان انت بتعمل شو داخل مع مجدي عبد الغني تقول له اذا كانوا بيتعاملوا على المشاهدات ما احنا برضو بنفرح الناس وبنعمل نسب مشاهدات. ايه ده؟ ايه ده؟ ده تصريح حد مسؤول؟ نسب مشاهدات؟ عايز تنسحب انسحب خلاص، شكرا، يعني الامر بسيط جدا. عندك ايه؟ عندك غرامه 200,000 جنيه ومش هتلعب الكاس القادم طبقا للائحه. عايز بقى تشتكي تروح للاتحاد الدولي، تروح للاتحاد الافريقي، في النهايه يقول لك ده شان داخلي ودي مسابقه محليه داخليه، في النهايه تخضع لاتحاد كره القدم المصري. وبعدين الدنيا كلها مع التوجيه او فكره التصنيف. انت معترض ما تعترض من الاول يا سيدي قبل القرعه، وانا بقول لك انت معاك حق بس بتريد باطل. انا اصلا مش مع كده، انا مع اي فرقتين يلعبوا مع بعض، حط يا عم ال 16 كورتين يطلعوا مع بعض، كورتين يطلعوا مع بعض، كورتين يطلعوا مع بعض، ونخلص من القصه دي. انت محسسني ان النادي الاسماعيلي بيحقق البطوله كاس مصر بقاله 10 سنين، والمره دي القرعه اللي هتختلف معاه. وبتتكلم ازاي النادي الاهلي بيلعب مع فرق المؤخره؟ حضرتك فرق المؤخره، هو انت مش شايف نفسك في جدول الدوري؟
الزمالك بيلعب الاسماعيلي والاسماعيلي من 22 ماتش فايز 4 ماتشات. هي لو فاز الزمالك هيلاعب الفايز من المصري وفريق اخر، المصري في ال 13 في الدوري فايز 5 ماتشات من 22 ماتش. ايه القلق في ده؟ ايه القلق ده؟ طلائع الجيش واخد بطوله سوبر اللي هو في طريق، وبعدين هو انت هتقابل كل الفرق دي؟ انت خليك في المربع اللي انت بتصفي فيه. ولما بيتحط لي دلوقتي بيراميدز اللي انا بلعبه ده، ما هو محطوط لي في دور الثمانيه، ولما يتحط لي بيراميدز قبل كده في دور ال 16 بيراميدز يلاعب طنطا وانا لاعب الترسانه فتقابل في دور ال 16 ويدخل شغل التحكيم فاطلع من بيراميدز. ايه الكلام ده يا جماعه؟ ايه التصريحات دي؟ دي مش تصريحات مسؤولين، ده مش تصريح مسؤول الا اذا كان مسؤول عن تضليل الجماهير. وبنرجع نقول لا احنا وطنيين وبنحافظ ان ما يكونش فيه فتنه وبنحافظ عن الانديه الجماهيريه ما يكونش فيه بينهم شغب، وحضراتكم اللي بتعملوا ده، حضرتك اللي بتعمل ده، يعني عايز تاخد حقك، عايز تنسحب، ابعد عن النادي الاهلي. انت ليه بتتكلم عن النادي الاهلي؟ بس هو ده رئيس غزل المحله اللي النادي الاهلي السنه اللي فاتت لم يستغل موقف ان الامن ما وافقلوش على لعب المباراه الاولى، والنادي الاهلي بدل المواسم السنه اللي فاتت، بدل الادوار ولعب الدور الاول في القاهره والدور الثاني في المحله، وتعرضنا لظلم تحكيمي في المحله وتهزمنا وخسرنا دوري كان احد اسباب خساره الدوري الظلم التحكيمي اللي حصل في بعض المباريات من مباريات المحله. طالع رئيس نادي غزل المحله بيقول انا بتظلم في مباراه الاهلي يا جماعه، ومفيش خبير تحكيمي واحد قال ان النادي الاهلي اتجامل في مباراه الاهلي وغزل المحله. ايه ده؟ امر صعب جدا، واتمنى ان هو يتوقف، لان ده محتاج مراجعه. رؤساء الانديه محتاجين يراجعوا نفسهم، وتحديدا الاستاذ يحيى الكومي اللي حابب يعمل شو، وانا متاكد والله ان هو داخل يعمل شو، لان هو بيحب ده، هو من الرؤساء اللي بيحبوا يعملوا مداخلات كل شويه ويعمل ازمات كل شويه. انا مش فاضي اشتغل على النادي بتاعي واشوف النادي مصايبه فيه ايه، واشوف مركزه رايح فين، واشوف المدربين اللي بتتغير كل 3 ساعات. انا مش فاضي لده، انا عايز اطلع مره هنا على اون مع كل مقدمي البرامج، عايز اطلع واتكلم والناس تسمعني وتعرف اسمي وترجع صورتي تاني تتحط في المواقع، انا عايز ده. لكن اصلاح منظومه رياضيه مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش الكلام ده. وبما اننا بنتكلم عن المنظومه الرياضيه وقدر النادي الاهلي المؤسسه الاحترافيه في المنظومه الرياضيه، الاهلي حاليا بيعمل حصر، بما ان بقى الكابتن محمد بركات اعترف ان الاتحاد المصري لكره القدم مسؤول مسؤوليه مباشره عن خساره النادي الاهلي لبطوله دوري ابطال افريقيا، وبما ان ايهاب الكومي طلع اعتذر، وبما ان في مع النادي الاهلي وصايا اللجنة القانونية اللي فتشت على اتحاد كرة القدم وأدانت اللجنة التنفيذية في اتحاد كرة القدم، النادي الأهلي بصدد حصر المبالغ المالية اللي خسرها بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهيرفع قضية. أولا هيعرض الأمر على الوزير، ثم وارد جدا يرفع القضية أمام المحاكم وطالب بتعويض 5 مليون دولار تقريبا من اتحاد كرة القدم المصري. الأهلي هيحط فيه المبالغ اللي اتدفعت للجماهير في الرحلة، الأهلي هيحط فيه القيمة أو الجوائز المالية اللي خسرها النادي الأهلي وهو أول بطولة أو هو البطل، هيحط فيه الجوائز المالية اللي خسرها من مشاركته فقط لا غير في كأس العالم أندية بحكم أن هو البطل، هيضع أو هيحصر المبالغ المالية اللي كان ممكن يحققها ببطولة السوبر الأفريقي، كل ده هيكون أمام النادي الأهلي في الملف، ويتم دعوة رفع دعوة قضائية ضد اتحاد كرة القدم، بما أن اتحاد كرة القدم مش عاوز يعاقب المسؤول وطالعين مقضينها فقط لغير اعتذارات وإحنا آسفين يا أهلي. لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ده كيروش قال مش هسيب حقي على 25,000 دولار. الأهلي اللي هيسيب حقه على اعترافاتكم بأن أنتوا كنتوا أحد أسباب الرئيسية والمرتبة الأولى في خسارة النادي الأهلي لقب دوري الأبطال، مش بس فقط لغير بالتقاعس، لا ده أنت كمان بعد التقاعس وبعد الإهمال تبعا لتصريحات حضراتكم، أنت وديت مذكرة لوزير الشباب والرياضة مش حاطط فيها أصلا تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا. فاتمنى ان النادي الاهلي يعني يكمل في المسيره ويكمل في طريقه، حتى لو المبلغ المالي اللي ممكن يحصل عليه جراء رفع القضيه او التعويض المالي ممكن يكون اقل من طموحات النادي الاهلي، لكن اي غرامه ماليه لاتحاد كره القدم في الموقف ده هي انتصار في حد ذاته للنادي الاهلي. وهو بالمره بقى بدل ما الاتحاد المصري لكره القدم بيدفع للاتحاد الافريقي 20,000 دولار و5,000 دولار عشان بيطلع تراخيص لانديه لا تستحق
يعتقد انها او عليها قضايا سابقه واللوائح والقوانين بتقول ما يطلعلهاش تراخيص، يدفع بقى ويتعاقب على التقاعس والتقصير وحرمان النادي الاهلي من بطوله دوري ابطال افريقيا العام الثالث على التوالي. ده طبعا اخر حلقتنا، نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع.